في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك يرفع مهرجان بجلود بالحاضرة السلوية الذي يطفئ هذه السنة شمعته التاسعة شعار تراثنا بوابتنا لتنمية فنوننا. هي تظاهرة سنوية يعانق فيها الجمهور السلوي إبداعات فرق الأهازيج الشعبية التراثية صحبة شخوص ترتدي جلود الحيوانات وأزياء تنكرية. الساحة ولا النشاط غني عن التحريف، نحن بفضاء ساحة باب المريسة وفعلا حققنا شعارنا الذي تحت اسم تراثنا بوابتنا لتنمية فنوننا، هنيئا لفضاء تضامن بشراكة مع مؤسسة سلا للثقافة والفنون، هنيئا لشركائنا بهذا النشاط، وفعلا رواد فضاء تضامن كانوا ولا زالوا تحت شعار متضامن لأجل التنمية ورهانات التغيير وسلا المستقبل. دورة هذه السنة لمهرجان بجلود تميزت بتكريم أحد رموز فن الحكاية الشعبية ببلادنا وهو الحكواتي المبدع ياسين ذقراقي الملقب بالقرع. هذا النهار زين والتكريم زين، وهذا النهار فاكروني هاد الحباب 95 سنة في العمر ودوزت مع وليدات سيدي موسى، وهذايا هاد النهار تفقدني فيا مات زمان، هكا كانت الوقت كانت الحلقة، كانت الحلقة تراث، شوف شحال من واحد خرج لهاد الساحة، شحال من واحد ما عمرو جابو حتى اليوم، كاين اللي ما عمرو جا من 40 عام ما جابو حتى اليوم، هاد الحلقة ديال التراث، وهاد النهار ديال التراث. وجدير بالذكر أن نسخة هذه السنة لمهرجان بجلود بمدينة سلا الذي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 25 شتنبر تخللته فقرات وعروض متنوعة شملت على وجه الخصوص كرنفالا استعراضيا صنعته باقة من فرق الأهازيج الشعبية التراثية.